بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا طابعة HB Diskit 3050 أو ما يشابهها، 1050 2050. أوكي، لو طبعا عليها ورقة من الكمبيوتر أساس نشوف شو المشكلة مع بعضنا. لو طبعا عليها هذا التست بيج، هذه الطابعة وبرنت، طبعا ظهرت لنا هذا المسج، وهذا تكلمنا عنها في حلقة سابقة، الالايمنت وأهميتها في الاتش بي. ممكن نعمل الالايمنت الآن، ممكن خلينا نعملها بعدين. دو نوت الاين لازم أقول له حتى تكمل الطابعة عملية الطباعة أو كانسل برنت. لا، بقول له دو نوت الاين على أساس تطبع لي هذه الورقة. برنتينج نلاحظ الطابعة، هذه الإشكالية اللي بنتكلم عنها، إنها طبعت ولكن طبعت نلاحظ ورقة فارغة، ورقة فارغة ما فيها أي شيء. أوكي، طبعا الطابعة مش معطيتني أي إشكالية على الحبر بنلاحظ، وهذا السؤال كثير بتردد يعني. أوكي، في الحالة هي لازم نفحص الحبر يدويا. أحيانا طابعة ما بتقدر تتحسس الحبر. اوكي، ممكن يكون الحبر فارغ الكارترج والطابعة مي شاعر فيه، هذه حاجة. واحيانا ممكن نكون مركبين حتى حبر جديد ولكن تاريخه قديم، بالتالي يكون جاف، وهذه نقطة برضو مهمة جدا لما نشتري الحبر ننتبه على تاريخه. يعني مثلا هذا عندي كرتونة من الحبر او مئات من الاحبار، نلاحظ تاريخ الانتهاء يكون مكتوب على الحبر 2009 مثلا، 2015، هذا ما شاء الله زين جديد يعني. اوكي، ممكن نلاقي تواريخ قديمة 2014، هذه واحد مثلا 2006 وهكذا. فهاي الحبر ممكن نفتحه والطابعة تتقبله ولكن جاف بكون بالغالب، بالغالب يعني، خاصة اللي قديم كثير. ممكن 2015 يشتغل أحيانا، فهذه ملاحظة مهمة. في الحالة هاي لازم نفحص قلنا الحبر يدويا. أوكي، نطلع الحبر الأسود والملون لأنه ما طبعت الأسود الملون، ونجيب ورقة كلينكس. أوكي، ونحاول نمشي رأس الحبر النزل على ورق الكلينكس. نلاحظ طبعا شلون رأس الحبر، المفروض هذا ملون، ثلاث نقاط يظهر فيه، اللون الأزرق السيان والماجنتا واليلو. أوكي، نلاحظ النزل ما بتطلع لنا أي شيء، يعني لو حركنا الحبر على أو على ورق المحارم ما بيطلع لنا اي شيء. ممكن احيانا نحاول نطق الحبر بالطريقة هذه ونمسحه عدة مرات بس برضو ما في اي نتيجة هذه. بينما لو جربنا حبر اخر مثلا، هذا حبر عندي، ملاحظ النوزل تاعته واضح انها ايش الالوان تقريبا، لاحظ شوف ثلاث الوان لازم يكونوا ظاهرين، اللون الأصفر من اليسار والماجنتا بالوسط والأزرق على اليمين. أوكي، إذا في واحد من الألوان فيه خلل راح تطلع أو تظهر الألوان على الورقة فيها خلل، لازم الثلاثة يكونوا ظاهرين، ثلاث ألوان نفسهم مرسومين على الحبر. أسود، اللون الأسود طبعا ما عليه إلا نقطة واحدة اللي هي الأسود أكيد، هذا الأسود برضو اللي كان موجود في الطابعة ما بطلع لنا اي حاجة، والطابعة متقبليته طبعا. لو شفنا حبر ثاني اسود، هاي حبر اخر اسود مثلا نفس الرقم، مسحنا على الكلينكس بنلاحظ انه بطلع لنا خط اسود. اوكي، فبالتالي الحبر هذا شغال. لو جربنا هاي الحبر الاخر في الطابعة وطبعا عليه بنشوف النتيجة.
طبعا مش غلط نتأكد دائما من الشريحة اللي على حامل الحبر، يسموها حامل الحبر الكرج، نتأكد من الشريحة إذا مو نظيفة ممكن ننظفها. نفس الشريحة الموجودة على الحبر، هذا عبارة عن حبر وهد فيه. أوكي، الركن الأسود دائما على اليمين الأسود و الملون. بالغالب كل ما اركب حبر جديد بعمل لنا او بطلب عملية الاينمنت في الغالب. طبعا اعطاني مسج هون على الشاشة، ملاحظ بقول الملون يوزد. اوكي صحيح، لود بلين بيبر اند بريس اوكي، لازم يعمل لي الاينمنت. هاي الاينمنت شرحناها لانها مهمة جدا، ما بتطبع الطابع بشكل سليم الا نعمل الاينمنت، شرحناها في حلقة سابقة ما بدنا نعيدها اليوم. نلاحظ الآن تطبع نوعا ما بشكل سليم. في ضعف بالحبر الأسود. لحظة أخرى، إذا كان في ضعف بالحبر ممكن نستخدم ميزة البست. أوكي، نلاحظ دائرة الألوان مش أوكي والأسود برضه مقطع، فممكن نستخدم البست بالحالة هذه ونشوف النتيجة. ممكن نروح من خلال برنامج الوورد على البرنتر بروبرتيز، في عنده هنا الميديا بلين بيبر بست كواليتي. طبعا هذا فقط للمستند هذا بينطبق، اذا بدي لكل المستندات لازم من خلال الطابعة اروح اغير. اقول له اوكي، خلنا نطبع هذه الورقة بالبست كواليتي نشوف. طبعا البست بتكون بطيئة نلاحظ، ولكن النتيجة أفضل. نلاحظ الأسود أفضل من قبل، صار في ضعف يعني بحاجة لتبديل بالغالب، بس صار أفضل من قبل. فرق بين الورقة الجديدة والورقة القديمة، في فرق. طبعا الطابعات اللي فيها 4 أحبار من الـ HB احيانا ممكن ما تطبع لنا شيء على الورق، ما بتكون المشكله في الحبر بالحاله هذه، لان الحبر هذا الموديل ما فيه زي ما قلنا اكثر من مره ما فيه هيد سفنجه. اوكي، وهذا الهيد موجود في الطابعه. اوكي، فممكن اتاكد من الهيد، هذا الهيد جزئين، جزء للاسود وجزء جزء للملون. طبعا الأحبار ممكن نفحصها من خلال صوت الحبر اللي داخلها. أوكي، أو بالطرق على الكلينكس وبتركها، بنلاحظ إنه إيش بخرج الحبر، أو بالضغط على الإسفنجة بالطريقة هذه. أوكي، يعني ممكن هاي مثلا ما لهم صوت في الحركة وخفيفين، فممكن يكونوا منتهيين، بالتالي لو أضغط ما بيطلعوا شيء تقريبا. اوكي، ممكن افحص الهيد ليش ما بطلع حبر. نفس الشيء نمسح على الكلينكس، نلاحظ فقط بيطلع لونين من الملون، الازرق والوردي. اوكي، حتى شكلهم مش سليم، بالتالي الطابعة مش راح تطبع لي الألوان بشكل سليم. أوكي، بالتالي في بيكون مشكلة بي أو في الهيد، الهيد فيه مشكلة، والهيد نوعا ما في الغالب سعره بيكون مرتفع في طابعات الـ HB. يعني أحيانا ممكن سعره يوصل قريب من سعر الطابعة، هذه حاجة أخرى. طبعا نفس الشيء لازم انظف دائما الشريحة الالكترونية اذا كان في خلل، والشريحة الالكترونية برضو الموجودة في الطابعة ممكن يصير عليها حبر كثير كذا، فممكن يصير في خلل في الطابعة. فايل الملاحظة اللي حبيت انبه لها ان الطابعة ممكن تطبع لي ورق فارغ، ممكن يكون السبب هو الحبر رغم أن الطابعة بتكون متقبلة الحبر.
اوكي، ممكن يكون سبب ثاني في طبيعة الأربع أحبار زي ما قلنا، ممكن يكون السبب هو الهد وليس الحبر. اوكي، نلقاكم إن شاء الله في مرات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.